هذه تحياتي لكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم، مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي العظيم. التحيه واجبه قبل يعني ان نتلو او نعرض على حضراتكم مجموعه من قرارات مجلس اداره النادي الاهلي التي اقرها في جلسته اليوم المنعقده بمقر النادي بالجزيره 2/8/7/2019. الحقيقه انه المجلس في البدايه صدق على محضر الجلسه السابقه وهي كانت الجلسه 10 اللي استمرت لثلاث اجتماعات متتاليه، وايضا صادق المجلس على قرار رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب بخصوص استئجار الطائره، وهو مفوض الحقيقه في مثل هذه الامور لتوفيرها للفريق الاول لكره القدم للسفر خلال معسكر اسبانيا المنعقد حاليا في أجواء مثالية. الحقيقة لأن مجلس إدارة النادي الأهلي لا يألو جهدا في توفير المناخ المناسب مش بس لفريق كرة القدم ولكن لكل اللعبات الرياضية لتحقيق النتائج المرضية لطموح جماهير النادي الأهلي وأعضائه. أيضا مجلس إدارة النادي الأهلي اللي انعقد اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب اعتمد أيضا قرار رئيس النادي بخصوص سفر المهندس خالد مرتجي اللي كلفه الكابتن محمود الخطيب وتم إفاده إلى لندن للتفاوض بشكل مباشر مع نادي أو إدارة هيدرسفيلد بخصوص استعارة رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي وابن النادي الأهلي والأهلاوي حتى النخاع لمدة موسم آخر. ونجح الحقيقة المهندس خالد مرتجي بقدرته الكبيرة على التفاوض وتمثيله المشرف للنادي الأهلي في إنهاء هذه الصفقة المهمة لابن من أبناء النادي الأهلي في إطار تواصل مستمر مع الكابتن محمود الخطيب بشروط الحقيقة يعني جيدة ومفيدة جدا للنادي الأهلي وللفريق الأول لكرة القدم. وده بيؤكد أنه مجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة حريص على كل القوام وعناصر الفريق الأول لكرة القدم ونجومه زي رمضان وزملائه بهدف تحقيق الطموح النادي وجماهيره خلال الفترة المقبلة في الفوز بكل البطولات إن شاء الله. كمان ما يتعلق بسفر الكابتن أمير توفيق إلى الجزائر للتفاوض أو لإنهاء تعاقد النادي الأهلي مع إليو ديانج لاعب خط وسط المنتخب الأولمبي المالي ومولودية الجزائر. تم اعتماد أيضا قرار الكابتن محمود الخطيب اللي أوفد أمير توفيق إلى الجزائر. فيما يتعلق الحقيقة بالنشاط الرياضي بشكل عام تم اعتماد العقد الجديد للمدير الفني السويدي ومدرب الفريق الحقيقة، وهذه خطوة تعتبر نقلة كبيرة في دعم فريق كرة اليد سواء بالعناصر المتميزة من اللاعبين أو الجهاز الفني. مدير فني على أعلى مستوى، كان مدير فني سابق لمنتخب السويد وعنده سيرة ذاتية عظيمة جدا. النادي الأهلي الحقيقة لم يبخل وإدارته الحقيقة لم تدخر جهدا في توفير كل مقومات الفوز بالبطولة زي ما قلت لحضراتكم، مش بس كرة القدم ولا ألعاب الصالات ولكن كل الألعاب سواء كانت فردية أو جماعية. فكل أمنيات طيبة للفريق الأول لكرة اليد، خصوصا أن جمهور الأهلي مهتم الحقيقة في هذه الأيام بألعاب الصالات سواء كانت سلة طايرة يد أو غيرها ومتابع جيد ليها، وبيتمنى دايما النادي الأهلي يكون في الصدارة. والنادي الأهلي في كرة اليد الحقيقة كان دايما عنده فريق ذهبي بيتصدر بيه وبيكون الرافد الأساسي لمنتخب مصر، فإن شاء الله يعني يستعيد أمجاده ويفوز بكل البطولات في الموسم المقبل. كمان كان الكابتن خالد بيبو مدير أكاديمية النادي الأهلي كرة القدم تقدم للكابتن محمود الخطيب المفوض بإدارة شؤون كرة القدم بخصوص الاعتماد أو الموافقة على طلب أعضاء نادي الأهلي فرع الشيخ زايد بأنه أبنائهم ينضموا إلى أكاديمية النادي الأهلي في مدينة نصر على اعتبار أنها أكبر وملاعبها مؤهلة، ويتم معاملتهم طبعا بنفس شروط يعني اللعب العاملة، ومجلس الإدارة وافق على هذا. مش كده وبس، كمان الزملاء والأعضاء الجدد اللي انضموا إلى عائلة النادي الأهلي وأسرة النادي الأهلي في فرع التجمع الخامس أيضا تم الموافقة على انضمام أنجلهم إلى أكاديمية كرة القدم بمدينة نصر بنفس الشروط الميسرة لأبناء الأعضاء العاملين، ولهم كل الحقوق والواجبات. أيضا الحقيقة أيضا في يعني موضوع مهم مجلس إدارة النادي الأهلي بيولي أهمية كبيرة ووافق عليه من حيث المبدأ، وهو بروتوكول تعاون مع منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة بخصوص رعاية الأطفال الأيتام واستخدام اسم النادي الأهلي والقيام بدور كبير في إفريقيا في شتى المجالات خاصة الاجتماعية منها. وهذا الموضوع سوف يعقد له مؤتمر صحفي يوم 22/7 بإذن الله بحضور السيد وزير الشباب، وهيكون فيه تفاصيل أكبر وقتها عن هذا الموضوع اللي بيؤكد الحقيقة أن النادي الأهلي كمؤسسة وطنية كبيرة حريصة على التعاون مع كل المؤسسات الأهلية والحكومة.
الحكومية في كل المجالات للقيام بدور ليس فقط رياضي ولكن اجتماعي ووطني أيضا في القارة الإفريقية، في ظل توجه مصر بشكل عام ورئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي إلى قارتنا الإفريقية اللي بتمثل عمق لمصر ولا شك. أيضا من الأخبار المهمة النهاردة في تعيينات جديدة، تم اعتماد تعيين الكابتن خالد سرور وهو ابن من أبناء النادي الأهلي كمدير لمجمع حمامات السباحة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وهو الحقيقة من المدربين وأبناء النادي المشهود ليهم، كل التوفيق ليه. تم أيضا تعيين يعني الحقيقة كفاءة من الكفاءات الأمنية المهمة، هو ابن من أبناء النادي الأهلي وعضو من أبناء النادي الأهلي، وهو اللواء خالد بدوي مديرا لأمن النادي الأهلي بالشيخ زايد، كل الأمنيات الطيبة ليه. كمان فيما يتعلق بتطوير الموقع الرسمي، حضراتكم عارفين أهمية الإعلام البديل النهاردة والموقع الرسمي والسوشيال ميديا وكل هذه الأمور اللي أصبحت بتستحوذ على عقول وقلوب الحقيقة الجمهور، هذا الفضاء المهم. مجلس إدارة النادي الأهلي اعتمد لجنة البت الخاصة بالمذكرة اللي كان قدمها مستشار مجلس إدارة النادي الأهلي لتكنولوجيا المعلومات المهندس محمد الصبان بخصوص ترسية عملية التطوير على واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتطوير الموقع الرسمي للنادي الأهلي بتكلفة كبيرة الحقيقة، ليواكب الحقيقة اسم النادي وتوفير أيضا البنية المعلوماتية المهمة للزملاء في قطاع الإعلام بالنادي لأداء عملهم على أكمل وجه، ويكون الموقع يليق باسم النادي الأهلي نادي القرن الإفريقي. طيب هقول لحضراتكم يعني شوية حاجات سريعة عن النشاط الرياضي قبل ما ناخدكم لبعض الأمور المتعلقة بكرة القدم. فيما يتعلق بالنشاط الرياضي الحقيقة تم توفير الحقيقة يعني برنامج تحليل أخصائي لكرة السلة، وكمان الموافقة على مباراة اعتزال لكابتن النادي الأهلي ونجمه طارق الغنام اللي قرر اعتزال لعبة كرة السلة هذا الموسم، والموافقة على إعارة اللاعبة نرمين إبراهيم لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات إلى نادي سبورتنج الموسم 2019-2020، وتعيين فريق طبيب أيضا للفريق الأول لكرة السلة رجال. فيما يتعلق ب أمور كرة القدم، الكابتن محمود الخطيب عرض على مجلس الإدارة النهاردة، حضراتكم عارفين ومش محتاجين نعيد تاني إن هو مفوض بإدارة شؤون كرة القدم، فكان في تشكيل للجنة تخطيط كرة القدم المؤلفة من أستاذنا الكابتن طه إسماعيل الشيخ طه ومع الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو، وطبعا الكابتن محمود الخطيب بيحضر معاهم. تم التصديق على مجموعة من القرارات وشرح ليهم كابتن محمود الخطيب أهمية عمل اللجنة والدور اللي قامت به خلال الفترة الماضية. كمان تم الحقيقة اعتماد اللائحة المالية لقطاع الناشئين ليبدأ العمل بها في 1/7/2019، وتم استحداث فيها بنود خاصة بتحفيز اللاعبين وتوفير مكافآت جيدة ليهم تتناسب مع اسم النادي الأهلي والفانيلا الحقيقة اللي بيرتدوها بهدف التحفيز و يعني تأكيد مكانة وقيمة النادي الأهلي، واللعيبة يشعروا بعظم المسؤولية وقيمة تمثيل النادي الأهلي. كمان تم اعتماد في هذه الجلسة جلسة مجلس الإدارة تشكيل لجنة اكتشاف المواهب برئاسة الكابتن محمود صالح نجم النادي الأهلي السابق، ومجلس الإدارة أيضا وافق على افتتاح فرع لأكاديمية كرة القدم للنشأ بمحافظة الشرقية تحديدا في مركز أبو كبير، وبرضه ده بيأتي في إطار توسع النادي الأهلي في كل المحافظات وتقديمه خدمة رياضية عظيمة لكل الموهوبين الحقيقة، وحضراتكم عارفين إنه في توجه إلى إفريقيا خلال المرحلة المقبلة. عندي خبر تاني مهم الحقيقة جات لنا أسئلة كتير عليه، وجمهور النادي الأهلي الحقيقة متابع جيد لكل كبيرة وصغيرة فيما يتعلق بشؤون الفريق الأول لكرة القدم. حضراتكم عارفين إنه مجلس إدارة النادي الأهلي كان تعاقد على جهاز استشفاء حديث جدا ومكلف جدا، ووصل من فترة الحقيقة ونجحت الجهود الحقيقة الحمد لله، خرج الجهاز من مطار القاهرة ووصل إلى مخازن النادي الأهلي وسيتم تركيبه في غضون ساعات، يعني تحديدا يوم الحد القادم إن شاء الله 14/7 ستشرع الشركة الموردة ليه في تركيب هذا الجهاز. في بقى ده في المدرج الجديد في استاد مختار التتش اللي الحقيقة مجلس الإدارة أنفق عليه مبلغ كبير خلال الفترة الماضية لتجهيزه والحقيقة تأسيسه
بشكل يليق باسم النادي الأهلي، سواء جيم وحدة علاج طبيعي على أعلى مستوى، جيم خاص باللاعبين، جهاز الاستشفاء الجديد، غرف خلع الملابس، غرف للاعبين ولجهاز الكرة، حاجة نقلة حضارية الحقيقة تليق فعلا باسم النادي الأهلي. وسيتم افتتاح الحقيقة هذا التطوير وهذه الإنشاءات الحديثة خلال النص الثاني ربما من شهر أغسطس على أقصى تقدير، يعني بعد عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، بقى استعدادا للموسم الجديد. كل ده هيتم بإذن الله وانتهى تماما، باقي فقط اللمسات النهائية. طيب يبقى موضوع بقى بيشغل حضراتكم وبرضو بتجيلنا أسئلة كتير عليه، وهو فكرة أرضية ملعب التتش وتغييرها وتطويرها بشكل حديث. الحقيقة في نجيلة دلوقتي على أعلى مستوى بيتم استخدامها في كل العالم، في خطة واضحة، في قرار لمجلس الإدارة أيضا، في خلال يعني أسابيع قليلة سوف يتم العمل على هذا المشروع، وهنعلن لحضراتكم التوقيت الزمني والعد التنازلي للانتهاء من تغيير أرضية التتش وتجهيز الحقيقة غرف خلع ملابس، غرف خلع الملابس الخاصة باللاعبين والجيم وجهاز الاستشفاء، ولتكون هناك وحدة متكاملة ومكان للنادي الأهلي يضاهي أعرق وأرقى الأندية العالمية في هذا المجال. جمهور النادي الأهلي الحقيقة بيكون متابع جيد وحريص ومستعجل وعايز يشوف الحقيقة ناديه في أحسن صورة وفي الصدارة دائما، لكن بتبقى في حاجات ليها أولوية وحاجات متعلقة بأمور استيراد ومزايدات ومناقصات وأمور زي ما حضراتكم عارفين، لكن مجلس الإدارة لا يألو جهدا الحقيقة في عملية التطوير وتوفير كل ما يساعد الحقيقة على تحقيق البطولات خلال الموسم القادم ده وبس. لا، حضراتكم عارفين انه في انشاءات على اعلى مستوى في كل الفروع، سواء في مدينه نصر اللي شهدت افتتاح لاكبر فود كورت الحقيقه منطقه مطاعم من اسبوعين وتابعته معانا عبر شاشه قناه النادي الاهلي والموقع الرسمي، حاجه حضاريه جدا. نقلت كمان مدينه نصر نقله كبيره جدا، اصبح 7 نجوم الحقيقه حاجه تشرف. قريب البوابه ستفتتح، ايضا المنطقه الترفيهيه وحمامات السباحه الجديده، الجزيرة اللي عمل فيها على قدم وساق في كثير من المشروعات، الشيخ زايد بدأت فيه الحقيقة عدد كبير من المشروعات، مش كده وبس، إن شاء الله ربما يعلن مجلس إدارة النادي الأهلي عن يعني إسناد إنشاء الفرع الجديد في التجمع قريبا، والموضوع هيكون مفاجأة إن شاء الله وسينتهي في أقرب وقت ممكن، ليستمر النادي الأهلي في أداء رسالته الرياضية والاجتماعية والوطنية بإذن الله. الشكر جزيل لحضراتكم، ودائما النادي الأهلي في المقدمة. السلام عليكم.